حاجة اتفضلي. عند الغضروف يا دكتور. غضروف فين؟ في رقبتك ولا في ضهرك؟ ضهري. ايه مشكلتك؟ في ضهري وتعباني. ايه المشكلة عندك؟ ألم في الضهر ولا في الرجل؟ طب وطي التلفزيون شويه بعد اذنك يا حاج. طيب يا حاج انت سنك كام سنه؟ 40 سنه. طيب بصي يا حاج انت عملتي علاج طبيعي قبل كده ولا ما عملتيش؟ عملت. ما ريحش معاكي؟ طيب حضرتك لو عندك الالم ده والعلاج الطبيعي ما ريحش معاكي يبقى لازم تعملي اشعه رنين ونشوف الاشعه دي ونشوف حجم الغضروف ده ايه ونبتدي نتعامل معاه حسب حالته، ولو عندك خشونه في المفاصل ممكن نعالجها لك ان شاء الله باذن الله. احنا اتكلمنا دلوقتي قلنا تاني حاجه من الاسباب اللي هو عدم ازاله الغضروف مره تانية او ارتجاعه في مكان اللي اتعمل فيه العمليه، ودي النسبه دي قلنا بتمثل حوالي 7% من الحالات. الموضوع ببساطه جدا انه ممكن الزميل الجراح بيشتغل وهو بيشيل غضروف، بعض الاجزاء من الغضروف دوت بتخش القناه العصبيه وتبتدي تضغط على عصب ما موجود في القناه العصبيه ويبتدي المريض يشتكي من الام مبرحه او العيان دوت ما بيحسش بتحسن بعد الجراحه. دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن بعض العظام اللي هي او الجزء العظمي او اجزاء عظميه نفس الكلام اللي بتحدث انها تخش جوه القناه العصبيه وتعمل مشكله. الحاجه الثالثه ممكن يكون الجراح او زميل الجراح لم يزل يشيل الغضروف شيل كامل، يعني في جزء منه باقي وضاغط على العصب بطريقه كبيره. طبعا احنا لما بنيجي نعمل شفط او غيره ما بنشيلش زي ما بقول الغضروف شيل كامل، احنا بنقلل الضغط على الاعصاب بطريقه كبيره بحيث ان العصب يريح ونحتفظ بارتفاع الغضروف ارتفاع كامل. لكن لما انت تخش موضوع الجراحه لازم نشيله شيل كامل، فده لو باقي منه جزء بيبتدي ياثر على المريض. معايا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام هدى. ايوه يا دكتور، لو سمحت انا عندي كثافه عنقيه تعباني وكثافه كوتانيه تعباني، بس الجديد بقى دلوقتي ان في تشنجات في صوابع ايديا وصوابع رجليا. طيب انت حضرتك عايز اعرف حضرتك دلوقتي هل دوت غضروف ولا اكشف عظام؟ لا ده غضروف غالبا ما دام في تشنجات عندك في ايديكي او في رجليكي، بس برضك مره ثانيه لازم نستثني ان انت حضرتك يكون عندك كثافه العظم قليل، لان الكالسيوم لو قليل ممكن يعمل لك التشنجات دي. لو الكالسيوم عندك كويس او كثافه العظم كويسه يبقى دي غالبا بتبقى غضروف، والغضروف ده ضاغط على مخارج الاعصاب وعامله لك المشاكل اللي انت حضرتك بتشتكي منها. فاول حاجه نفكر فيها التشنجات دي بتجيلك على طول ولا بتجيلك في اوقات معينه؟ بتجيلي على طول كمان اثناء النوم كمان اكتر. اثناء النوم غالبا. طب حللي كالسيوم واعملي كثافه عظم. انت سن حضرتك كام سنه؟ عندي 54. لا حضرتك اعملي كثافه عظام واعملي نسبه كالسيوم في الدم الاول قبل ما نبتدي اي حاجه ونشوف لو هي في نقص كالسيوم معين نبتدي نعالج الايه السبب ده، لو ما فيش نبتدي نعمل لك الاشعاعات المطلوبه ونبتدي نعالج الاسباب المختلفه، بس غالبا هيبقى عندك نقص كالسيوم في الدم، فاعملي الاول كثافه العظم ونسبه كالسيوم ونشوف الموضوع هيبقى ايه الاول. طب يا دكتور حضرتك بالنسبه للكثافه العنقيه ممكن تاثر على سخونه في دماغي؟ تسبب لك سخونه جامده؟ تتسبب لك صداع. لا سخونه في منطقه في نص راسي كده سخونه مع الم بكتفي. دي بقى الكثافه العنقيه. دي الم انا الكثافه العنقيه ممكن تسبب الم في الكتف او منطقه الترابيس وممكن تسبب لك اي نوع اعراض غير طبيعيه في مؤخره الراس من ورا. ايوه. فدي ممكن الكثافه العنقيه فيها خشونه. وغالبا الخشونه ديت طبعا بتيجي بعوامل السن وعامل مجهود، لو انت حضرتك بتكتي بتعملي اعمال يدويه لفتره معينه من الزمن وانت صغيره لغايه دلوقتي فده كله بيبتدي ياثر وبيحصل بعض الانحلال الفقاري مع الخشونه اللي موجوده في الفقرات بتاعت الرقبه او الظهر وبيبتدي ياثر على الاعصاب اللي ماشيه في المنطقه ديت ويبتدي الالم اللي انت حضرتك بتشتكي منه. فده علاج ان شاء الله سهل، بس اول حاجه في الموضوع ان احنا نبتدي نشوف هل في نسبه الكالسيوم في الدم قد ايه. شكرا قوي. تحت امرك. بعد كده احنا بنقول نسبة الارتجاع للغضروف ده حوالي 6%، فالقصة زي ما بنقول لحضراتكم ان المريض بعد الجراحة حاجة من الاتنين، يا اما المريض ده ما بيتحسنش
خالص، بل بالعكس الامور ممكن تسوء او يحصل ان المريض يتحسن بعض الشيء وبعد كده يبتدي الالم يجيله فجأة. وكان بقول كلمة فجأة دي وركز عليها، يعني الألم ما بيجيش بالتدريج، يعني فجأة كده يلاقي المريض نفسه إن الألم رجع له نفس الألم اللي هو بيشتكي منه قبل العملية. طيب لو العيان ده أو المريض ده ما تحسنش لفترة معينة من الزمن، يعني وليكن مثلا شهرين أو أكثر، يبتدي الطبيب يفكر في حاجة. مش يقول للمريض بقى أنت كويس، لا روح اعمل علاج طبيعي، لا مش عارف إيه. لازم المريض الطبيب يبتدي يفكر في سبب ما الألم ده. ممكن تكون في اسباب مختلفه هنقولها دلوقتي. معانا اتصال تليفوني. الو، ايوه استاذ عباس. الو محمد، معاك. انا كنت مكلمك على كنت مكلمك على النخاع الشوكي. اتفضل يا الو. الدكتور قايل لي اركب لك اربع شرايح ومسمارين. يا استاذ عباس بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون شويه. بص يا استاذ عباس، هل انت عندك انزلاق فقاري ولا مفيش؟ يعني لو في انزلاق فقاري، لو في انزلاق فقاري عند حضرتك يعني الفقرات متزحزحه، ده لازم جراحه. لكن مفيش كده لا يستدعي ان احنا نقدر نعمل جراحه الا ما نشوف ايه السبب اللي هو مسبب لك القناه العصبيه. لازم السبب يتعرف الاول ونبتدي نعالج على هذا الاساس. القصه مش قصه ان افتح الضهر واركب شرايح ومسامير، لازم اعرف ايه السبب. لو السبب ده مستدعي جراحه نعمل جراحه، لو السبب ده نقدر نعالجه بطريقه لا جراحيه يبقى افضل طبعا، بحيث ان احنا نسيب الضهر كما خلقه ربنا. يبقى قلنا طبعا اللي هو الارتجاع للغضروف، قلنا لو المريض ده قعد فتره ما تحسنش او الامور ساءت يبقى احنا لازم نفكر في سبب من الاسباب. يعني ما اقدرش اعمل المريض عمليه والمريض ما يتحسنش واقول له روح اعمل علاج طبيعي وبعد كده يروح يعمل من علاج طبيعي. لو في علاج طبيعي مع وجود الم شديد طبعا المريض مش هيستحمل العلاج الطبيعي وهكذا، يعني ما ينفعش. وفي نفس الوقت المريض يكون صبور على الطبيب بتاعه، يعني الطبيب نفسه مش كل طبيب في الدنيا كلها ان هو كل همه ان المريض يشفى باذن الله سبحانه وتعالى. فالمشكله ان المريض لو الامور ما اتحسنتش معاه بيبتدي يسب ويلعن في الطبيب، وده طبعا امر خاطئ. معانا اتصال تليفوني. الو الو، ايوه دمعت اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عملت عمليه من حوالي سنه، عمليه غضروف الرابعه والخامسه. تمام. اتحسنت شويه وبعدين يعني عملت التمارين اللي الدكتور قال لي عليها وكل اللي يعني اللي قال عليه عملته. وبعدين مع اي مجهود بقى دلوقتي، اي مجهود بحس بتعب جامد. التعب بس بمجرد ما بستريح في السرير وكده كل الالم بيروح، مفيش الم في رجلي، هو في ظهري بس. طيب هو الالم اللي في ضهرك ده، ما احنا قلنا الاسباب ده حضرتك ممكن يكون القصه مالهاش علاقه بالجراحه. لو انت حضرتك بتقولي اي مجهود. انا عملت على فكره اشعه برنين صبغه. تمام. انا متابع حضرتك على فكره من البرنامج من الاول، عملت الصبغه وعرضتها برضو على دكتور تاني غير اللي عمل لي العمليه يعني. تمام. قال لي العمليه ناجحه وكل حاجه وما فيهاش حاجه، بس يعني انت ايه ميزانك تقيل شويه على فكره. بص حضرتك، ما احنا بنقول ان لو انت حضرتك ركزتي مع كلامي ان العمليه كويسه، ما قلناش يعني كل اللي انا بقول لحضرتك ان النسب ما فيش، احنا ما بنعملش النسبه يا 100% يا 0%، دي نسب والمريض المرضى بيشتكوا منها، دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انت حضرتك ركزت معايا في الاول انا قلت لحضرتك ان دي حاجه ثانيه بعيده عن العمليه، ممكن يكون عند حضرتك بقى لها سنه مثلا في تقلصات في الظهر، او انت حضرتك عملتي مجهود زياده عن اللزوم، او السن كبير بعض الشيء وانت عملتي مجهود اوفر فده مسبب لك بعض الالم. فهو علاج ان حضرتك ان انت تريحي بعض الشيء، وممكن لو استوعى الامر نعمل بعض التمارين العلاج الطبيعي مع بعض المراهم والامور تتحسن ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. استاذ سيد اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سيد. الله يكرمك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي عامل اربع عمليات لغضروف في الفقره الاولى يعني زي لحد الخمسه، كنت مركب اربع عمليات في ثلاث سنين، كل ست شهور عمليه، وكنت مركب شريحتين وثمان مسامير. ايه السبب؟ الشمال واليمين. ايه السبب؟ اوكي. ايه السبب الاربع عمليات ده؟ ايه؟ سبب الاربع عمليات ايه؟ السبب؟ الالم جه في رجليا اليمين الشمال. تمام. وبعدين انا عملت قبل كده عمليه تسليك وعملت حق.
تمام. فما فيش فايده، ما جابش معايا نتيجه برضه. الالم في رجلي الشمال ما بقدرش امشي الا بالعكاز. انت عملت عمليه حقن فين؟ وبالجهاز الموجات التردديه ولا عملتها بايه؟ لا عملت حقن بالصبغه والكورتيزون. هل طبيب متخصص زميل في علاج الالم؟ ايوه يا فندم، طبيب متخصص. طبيب متخصص. طيب بص حضرتك، الاشعه اللي بالصبغه عملتها بيانت ايه؟ تليفات ولا في تليفات على الفقرات؟ من الفقره الثالثه والرابعه. طيب بص حضرتك يا استاذ سعيد، انا هستاذن حضرتك غير التليفات هتعمل لي رسم عصب عشان نعرف وظيفه العصب اللي عندك ايه. لو الوظيفه كويسه، لان طبعا احنا لسه ما سردناش كل الاسباب، في اسباب اخرى ان بيحصل بعض الالام نتيجه ضعف في وظيفه الاعصاب. هل الضعف ده ممكن يكون نتيجه الجراحه وممكن يكون نتيجه ما قبل الجراحه وطول ضغط الفقرات، فلازم تعمل حضرتك رسم عصب الاول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الكورتيزون في الحالات دي ما بيجيبش نتيجه، لازم حضرتك الاول نسلك التليفات اللي موجوده، لان انا همثلها لحضرتك بقناه كبيره جدا موجوده وفيها فرعين، فرع سالك وفرع مقفول. لما اجي حضرتك ارمي الميه في القناه الواسعه دي هتمشي على المكان السالك والمقفول ده مش هتروح له، فهو الطبيب حقن لك كورتيزون، هيمشي الكورتيزون ده في القناه العصبيه وهيبتدي يمشي على الاماكن السليمه اللي عندك، والاماكن المقفوله واللي فيها تليفات مش هيوصل لها، يبقى كده العصب ما استفادش. الحاجه الثانيه، الكورتيزون هيديك فتره، لو فرضنا ان هو وصل هيديك فتره قليله. الحاجه الثالثه، هو ما كشفش على العصب اللي حضرتك بتشتكي منه او المكان. المفروض بتعمل رسم عصب عشان تديله خريطه للاعصاب اللي حضرتك تعبان منها. هل العصب الثالث او الرابع او الخامس؟ ممكن حضرتك تكون عامل عمليه من الرابعه والخامسه والعصب الثالث فيه مشكله. فده كله لازم الاول يتعرف، وبعد كده نبتدي نحدد ازاي طريقه العلاج. الو، معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ محمود. لو سمحت يا دكتور، كانت معايا اختي، كان عندها نواش في العمود الفقري. عندك ايه؟ اختي كان عندها عمليه اعوجاج في العمود الفقري. اعوجاج، اتفضل. اعوجاج. تمام. حضرتك عملت لها عمليه يا دكتور، فالدكتور قال لي ما كان في كيس ميه حوالين قاع الشوكي ضغط على العمود الفقري. تمام. فهو اللي سبب الاعوجاج. فعملت العملية من حوالي سنة وشهرين. عملت عملية الاعوجاج دي؟ اه. تمام. عملت العملية من حوالي سنة وشهرين. بعد العملية بشهر أو حاجة كده عملت إشاعة كان في تحسن في العملية. تمام. حضرتك فبعد كده يعني بعد العملية فترة كده رجع كان في نظام يعني حاجة وارمة على الظهر كده، يعني حتى زايدة في الظهر. تمام. فمع المتابعة للدكتور فرحت في الدكتور قال لي ما هي العظم بيرجع مكانه تاني. طيب انت حضرتك هل بعد العمليه اشتكيت من اعراض معينه ولا هي الحته الورمه اللي انت بتشتكي منها؟ لا، هي الحته الورمه اتقفلت قبل العمليه، بس العمليه نفسها ما كانش في حاجه. بعد العمليه برضه فترة رجعت تاني زي ما هي. فالدكتور قال ان انا مش هقدر اعمل العمود الفقري عشان ما يعملش شلل نصفي. هو طبعا ممكن يكون الطبيب، ممكن تكون دي طبعا، وانت لو خصوصا لو جسمك ضعيف ممكن اللي هي البارات الحديد او الحاجات اللي هو مثبتها لك ممكن تبقى تحت الجلد ويهيئ لك ان الامور وارمه. هي المشكله دلوقتي لو انت بتشتكي من عرض معين او حاجه اكلينيكيه بنقدر نعالجها، لكن مجرد حاجه بارزه دي ما تفكرش فيها كثيرا، وعشان ما تتعبش نفسك، لان طبعا القصه كلها احنا بنعالج المريض على العرض او على شكوته، لكن من الحاجه البارزه دي لو مش مسببه لك اي مشكله وبتمارس حياتك عادي وبتمشي وحتى لو الالم بسيط ما نفكرش في الموضوع دوت، لان انت هتخش في مشكله نفسيه ملهاش لازمه. فمادام ما فيش مشكله عندك عضويه، يعني ما عندكش ضعف في القدمين او عدم تحكم في الفول والبراز او الم شديد في العمود الفقري، يبقى ما تحطش دماغك الكلام ده كله. الانحناء يا دكتور مازال موجود برضه. ما انا ما اقدرش اقول لك لما اشوف الاشعاعات. ما اقدرش اقول لك لما اشوف الاشعاعات. ماشي ماشي يا فندم. شكرا دكتور. شكرا.
طبعا احنا قلنا الارتجاع دوت، وقلنا ان المريض لازم المريض يكون صبور على الطبيب بتاعه وممكن يشاوره مره واتنين، مش المريض نفسه اول ما يحصل اي مشكله من المشاكل يبتدي يتقلب على الدكتور بتاعه. بس طبعا المريض لازم يختار الطبيب المتخصص، يعني ما تروحش لطبيب ممارس عام ويبتدي يحقنك ولا يبتدي مش عارف يتعامل معاك بايه وفي الاخر تقولي والله انا حقنت والحقن ما جابش النتيجه. ما انت ما رحتش لطبيب متخصص عشان يبتدي يتعامل معاك، او ممارس عام او جراح وعمل لك الموضوع بتاع الانزلاق الغضروفي دوت. فطبعا اهم حاجه في الموضوع كله ان انت لازم تختار الطبيب المناسب لك المتخصص، وما فيش عيب خالص ان انت تقول المريض والله يا دكتور انا كذا مريض جالي من دول مختلفة وقال لي لو سمحت يا دكتور انا عايز الشهادة بتاعتك انت واخدها، وريت له الشهادة بمنتهى البساطة. ايه ما فيش مشكلة ان المريض يقول للطبيب بتاعه وريني ايه مؤهلاتك عشان تقدر تتعامل معايا، وخاصة ان دي منطقة حساسة. أرجو أن أكون قد قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة عن الموضوع الكبير جدا اللي هو الآلام التي تلي جراحات الانزلاق الغضروفي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن أحيانا وأحياكم ستمتد حلقات عن هذا الموضوع. اللي تعرفوا أن التخصص دوت رغم حداثته لأنه كبير ويسرد له أيام وشهور في الحديث عن تلك الآلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.